وغضبها وهو في سن 12 سنة. هو الكاتب العلائش الذي يقيم بملقا الآن، وهو عضو المجموعة الأدبية لجيل ليبرو كافي، أصدر روايات ومقالات متعددة من بينها هذا الكتاب الذي سأحاول أن أقدمه لكم، باعتباري أن هذا الكتاب تحدث عن العرائش، والكاتب هو سيرخيو بارسي، والكتاب هو Las Últimas Noticias de la Rache، الأخبار هي مقالات ريلاتوس، مقالات تتحدث عن الأخبار الأخيرة للعرائش. هذا الكتاب يتضمن جزءا مما ورد في مداخلة الأستاذ عز حينما نتحدث على تعدد الديني والإثني في المدينة، نجد على أنه سيرخيو بارسي وهو من جيلنا يتحدث على هذه الوضعية هذه في الحاضر ديالنا. ما أثرني هو أربعة ديال المقالات أساسية، وحدة اللي تسمت عليها الكتاب Las Últimas Noticias de la Rache، الأخبار الأخيرة للعرائش، مقالة أخرى El Premier Regreso، العودة الأولى، مقالة أخرى حول المورو بسميها المورو، والمقالة الثالثة والمقالة الرابعة عبد العزيز الأخضر، والمقالة الخامسة ميما لا نيغرا. بمعنى أنه من خلال تفحصنا لهذه المقالات نستنتج أولا أن الكاتب له واحد حنين دفين لما يسميه الإسبان العرائشيين بالحنان، وتستعمل مفردة الحنان باللغة العربية عند المبدعين والكتاب العرائشيين الأجانب اللي ما بقاوش مقيمين في العرائش الآن، يستعملوا هذه الكلمة ديال الحنان بيناتهم. مثلا في مقاله البريمير ريغريسو العودة الأولى بعد مدة 16 سنة يعود إلى العرائش، يتحدث عن العرائش وعلى ما وجد فيها وعلى مواقعها التي كان يعرفها وهو صغيرا، بمعنى ساحة التحرير، سوق الصغير، البلايا، الغابة، عاد تحول الملامح الأولى ديال المدينة، بمعنى من بناء البوج ديال اليهودي من طرف محمد الناصر الوطاسي حتى المرحلة ديال الاحتلال ديالها من طرف الإسبان إلى فتح العرائش من طرف مولاي إسماعيل، هذه المرحلة كاملة هي مرحلة صغر كتجمعها في الكتابة التاريخية ديالنا، صغر العرائش. ولكن من مولاي إسماعيل ووفاة مولاي إسماعيل وما عاشه المغرب من حروب ديال 30 سنة وتولية مولاي محمد بن عبد الله زمام المغرب والهجوم الفرنسي على العرائش في 1765، بعد انتهاء المعركة وانتصار المغاربة في الهجوم الفرنسي، عاد تعطى الملامح الحقيقية لمدينة العرائش. هنا نشوفوا كاين سوق صغير، جامع كبير، الحمامات، كذا. بمعنى بدأ التفكير ماشي غير بالاستقرار العسكري، ماشي غير الحامية عسكرية، ولكن أيضا بالمدنيين، بلغة ديال دابا، بمعنى سوق صغير، التجار، الجامع، دار الطلبة اللي هو فندق جيل الجو. إذا حنا منفوتش التاريخ، وهذه قبيلتي اللي بغيت أنا نأكد عليها.